حمد بن جاسم هامان الدوحة يقول: أتمنى كما تمنيت سابقا أن يعيد الأشقاء في السعودية النظر في كيفية تعاطيهم مع الشأن الخارجي والداخلي بأسلوب تسوده الحكمة والمسؤولية، لكنه تدخل في شؤون الجيران والبلدان الأخرى برعونة وبشكل سافر. تم تشكيل كثير من حمد بن جاسم. يمكن النصرة كان في علاقة، يمكن كان في. وحرض الشعوب وخلق الفتنة وبث سمومها في بلاد العرب. تقدر تقول لي ما صار خطأ من خطأ؟ أقول لك صارت خطأ، في ناس غلط استخدموا في ليبيا. بن جاسم يقول: على المسؤولين في السعودية أن يحاسبوا أنفسهم وضمائرهم ماذا كسبوا وماذا خسروا، والرجوع إلى الحق فضيلة. فأين حكام قطر من محاسبة أنفسهم على بحر الدماء الذي فجروه في بلاد العرب بثورات الخراب العربية؟ وأين محاكمة ضمائرهم على ما ارتكبوه من فتن وأعمال قتل في مصر وليبيا وسوريا واليمن؟ ولماذا لم يفكروا هم أنفسهم بالرجوع إلى الحق والوئام العربي بدلا من الانشقاق والتحريض؟ تسجيلات جزء منها صحيح. بن جاسم يقول: لا أريد أن تبتز السعودية الشقيقة بسبب بعض السياسات غير المدروسة أو التي اتخذت في وقت غضب أو في وقت سمر. من الذي وضع نفسه موضع ابتزاز دول الغرب هنا وهناك وسمح بانتهاك سيادته بتدخلات تركية وإيرانية، ووضع أموال شعبه كرشا لبعض الحكام، وأضاع حقوق أبناء وطنه وشردهم؟ كل هذه أسئلة جدير بحكام قطر أن يجيبوا عليها. هامان الدوحة يدعي النصح لكنه ذئب في ثياب الواعظين.